تطلق السعودية اليوم التأشيرة السياحية في مؤتمر صحفي يتزامن مع احتفال يقام في الدرعية بالعاصمة الرياض، وسيتمكن حاملو جنسيات 49 دولة في العالم من استخراج تأشيرات السياحة بمجرد وصولهم إلى مطارات السعودية دون الحاجة إلى تقديمها مسبقا. سيتاح لحاملي الجنسيات الأخرى الحصول على التأشيرات الخاصة بدخول المملكة من سفارات وقنصليات السعودية في دولهم. يتزامن إصدار السعودية التأشيرة السياحية للمرة الأولى مع اليوم العالمي للسياحة الذي تحتفي به الأمم المتحدة هذا العام تحت عنوان السياحة والوظائف مستقبل أفضل للجميع. أبواب السعودية مفتوحة أمام السياح الأجانب لأول مرة في لحظة تاريخية تعيشها البلاد، على حد تعبير رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث أحمد الخطيب. رئيس الهيئة العامة للسياحة حدد في مقابلة مع بلومبرغ ملامح حصول السياح على التأشيرات والشروط التي حددتها الحكومة السعودية. التأشيرات السياحية لدخول السعودية عبر الإنترنت ستكون متاحة إلكترونياً أمام مواطني 49 دولة، ويمكن للزائرين من باقي الدول استصدارها عبر السفارات والبعثات الدبلوماسية. وتشير تقارير إلى أن رسوم الحصول على تأشيرة الزيارة سوف تبلغ 440 ريالاً سعودياً أو 117 دولاراً تقريباً، وسيتمكن الزائر من الوصول إلى تأشيرة الدخول إلكترونياً في أقل من 7 دقائق أو الحصول عليها بشكل فوري عند الوصول إلى المطار. ما يمكن للسائح رؤيته هنا في المملكة العربية السعودية واستكشافه هو الثقافة، الثقافة القوية والعظيمة التي لدينا. مدننا من بين المدن الأكثر أمناً في العالم، هناك مغتربون يعيشون في السعودية ويستمتعون بها، نعيش جميعاً في أمان. الحكومة السعودية تستهدف 64 مليون زيارة بحلول عام 2022، وهو ما يعادل ضعف عدد السكان، كما تتطلع للوصول إلى 100 مليون زائر في عام 2030. وتضع السعودية خطة طموحة للانفتاح على قطاع السياحة بتوسيع طاقة المطارات وإضافة مئات الآلاف من غرف الفنادق وتطوير المقاصد الترفيهية. وخلال الفترة القليلة الفائتة نظمت الهيئات الحكومية في السعودية فعاليات تاريخية تراثية وثقافية وترفيهية خلال سلسلة من المواسم مثل العلا والدرعية والطائف وجدة وصولاً بموسم الرياض. سيد الحديدي، العربية. وينضم إلي من الدرعية مراسل العربية حسين بن مسعد. حسين، أهلا بك معنا. هل يمكن أن تطلعنا على أجواء هذه الفعالية التي ستنطلق منها أو ينطلق منها مشروع التأشيرات السياحية في السعودية؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين الكرام. نحن الآن متواجدون في الدرعية في مقر الحفل الذي تقيمه الهيئة العليا للسياحة والتراث الوطني للإعلان عن تفاصيل التأشيرة السياحية بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة 27 سبتمبر. اليوم هناك حضور على مستويات مختلفة، منها دبلوماسية والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة كوزارة الخارجية والداخلية والسياحة والترفيه وعدة جهات كالتجارة أيضا. هذا المناسبة مهمة جدا طال انتظارها. طبعا عطفا على ما تم ذكره في التقرير قبل قليل، هناك تفاصيل من المنتظر حسب مصادرنا أن يتم الإعلان عنها. ستكون العمرة أحد النشاطات التي يمكن أن يستفيد منها السائح الحاصل على فيزة السياحة أو فيزة السياحية السعودية. ومن أهم ما يتعلق بالعمرة أن المرأة الراغبة في أداء العمرة لا يشترط عليها أن تأتي بمرافق، يمكنها الحضور بمفردها لأداء العمرة من دون مرافق ذكر. هذا من أبرز ما ذكر في لنا من في التأشيرة. طبعا 49 دولة المذكورة في التأشيرة هي 38 دولة أوروبية، 7 من آسيا، 2 أمريكيتان اللي هو الولايات المتحدة وكندا، إضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا. التأشيرات تلك تحصل، يمكن يحصل عليها السائح مجرد الطلب على الأونلاين أو
الوصول إلى المطار من 5 إلى 30 دقيقة في المطار. طبعا باقي الدول ماذا يتم عليها؟ السائح من باقي من الدول الباقية يمكنها التقدم إلى الممثليات السعودية في الدول تلك. هل من شروط معينة حسين؟ هل من ما هي هذه الشروط للحصول على التأشيرة السياحية للسعودية؟ طبعا خلينا نتكلم عن أبرز الشروط اللي عفي عنها 49 جنسية. بقية الدول سيطلب منها تذكرة عودة وهي ليست موجودة لاشتراطات 49 جنسية الأخرى، حجز فندق، إثبات وظيفة، وكشف حساب للسائح الراغب في القدوم. أيضاً يعني هي شروطات كما تطلبها كل السفرات الأخرى في كافة الدول. صحيح. نعم. صحيح. أيضا دعيني أشير أيضا إلى معلومة أنه لا يوجد كفيل على الحاصل على التأشيرة السياحية، أي أن التأشيرات الأخرى تأشيرات العمل يشترط أن يكون هناك كافل لهذا الوافد القادم إلى الأراضي السعودية. السائح لا يوجد لديه يعني كافل. أيضا لا يوجد ديانة محددة باسمها تمنع من القدوم إلى الأراضي السعودية. توقيت الإعلان اليوم ليس فقط مع اليوم العالمي للسياحة، وإنما أيضا بالتزامن مع موسم الرياض. موسم الرياض يتميز عن غيره من المواسم الأخرى السياحية في السعودية أنها هي العام للترفيه، هي المشرفة عليه كما حدث في جدة. سيتم توقيع، من المنتظر أن يتم توقيع اتفاقيات على العجالة إن كان هناك وقت. نعم. بأكثر أو بقرابة 100 مليار ريال سعودي. شكرا. سيتم الإعلان عن هذه الاتفاقيات، بينها توقيع اتفاقيات ومذكرات أيضا، في حينها سيتم الإعلان عنها. شكرا. نعم. حتى الآن حسين بن مسعد كنت معي من الدرعية على كل هذه المعلومات والتفاصيل.